لا يا باشي انا باشي انا لا النتيجة لحد الساعة 0-0 بين أولمبيك المقرن واتحاد النزلة. يلا هذه هجمة إن شاء الله يكون فيها هدف. يلا مد كرة مد كرة تسلم كاد يكون هدف الأول. حاولنا نغير موقع التصوير، ساعدنا إلى الجمهور الفوق، إن شاء الله تكون الصورة أوضح تكون أفضل. ممتاز عدلان، هذا هو الكوتش فتحي عبيد الذي يشرف على أولمبيك المقرن، يسعى إن شاء الله للصعود إلى القسم الثاني، باقي جولتين وتحسم من سيكون في القسم الثاني إن شاء الله. أولمبيك المقرن بالطبع. يا ربي الله ركنية، الشوط الأول يقول لي أحمد مهوات بني ثور 2 بليلي شعامبة 0، هذا يصعب المأمورية علينا، لازم نربحه الأسبوع القادم إن شاء الله مع متليلي. ممتاز جماهير تطالب الأولمبيك بتسجيل الهدف في الشوط الأول الآن حتى ما تصعبش المأمورية في الشوط الثاني. يلا يلا تشجيعاتكم، هذا عزيز عند الكرة الآن، عزيز هاو عزيز من يسأل عن عزيز بيطل. نعم يا عالية يا عزيز، عالية يا عزيز، كرة خارج المهم. النتيجة 0-0 نعم نذكر. النثار تضيف الثالث، نعم النثار 3 مدليل 0. عيدة يضيع الكرة، تعود هجمة خطيرة، تسلل سيد الحكم، تسلل تسلل سيد الحكم، اوه الحارس يتمكن منها، كانت تروح. يلا قائد الفريق ضربة حرة، تأثرت بالكرة يا قائد الفريق لاعب رقم 15 طيب. نعم يلا 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 ممتاز يلا ممتاز ممتاز ركنية، هذا لاعب مميز جدا في الجناح،
باشا 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 الباشا نعم الباشا وضعت المقرن في الترتيب الاول وش لازمها للصعود لازمها تربح مباراه تخسر بميثار يلا باقي لها مباراه صعبه المباراه القادمه امام مثليلي يا ضرب كره يا برهان يلا امين بنجد بنجد مميز لك معلش نتيجه 0-0 لمن يسال انا عيد بالنص عيد بالنص عطي فرشها عطي فرشها سقوط احد لاعبي اتحاد النزله نعم استاذ كشف خالد حاضر حاضر نعم لعبنا حوالي نصف ساعة باقي ربع ساعة لنهاية الشوط الأول دخول الحماية المدنية لأخذ اللاعب بعد سقوطه في وسط أو في منتصف الميدان إن شاء الله سلامات للاعب اتحاد النزلة الذي يخرج الآن محملا بالجد هذا بالجد نعم خرجهم يا فتحي يا ودي خرجهم دوز دوز منين دوز يلا بنجدو يلا بنجدو ممتاز 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 روح روح يلا يلا يا بنجدو هيا يلا عرضية لحية يلا هذا الهدف ان شاء الله ركنية ان شاء الله هذا هو الهدف يلا يلا والهدف الاول ممتاز هدف سجل الهدف الاول لاولمبيك المغرب هدف رائع جدا من ركنيه انا قلت لكم هدف كان هدف صحيت امين صحيت هذا هو امين اعطيك الصحه امين قالها
جول الاولمبيك المقرن، هدف ولا اروع من محمد امين دقيش. نعم لاعب فنان. يلا يا ربي الثاني. نتيجه هدف اولمبيك المقرن 0 اتحاد النزل. يلا بنجد ودخل وسط الميدان نحرك شويه اللعبه. هاي بنجد وي هاي بنجد تكثرش يا بنجد ما تكثرش. أو هدف ثاني أو هدف ثاني. با 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 ممتاز. يلا كرة اتحاد النزلة، اتحاد النزلة عند الدفاع. باي صافة مخالفة. نعم يا تركي ذهب. نعم الساحة وسيم سمير. هنا وسيم عدلان حارس المرمى. يلا وسط ميدان. نعم كرة ممتاز. هاو هجمة أخرى. باشر 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 باشر. يلا نداش. أوه أوه بلانتي يا ديني زحطيح. نعم لو كنت عام بشوي خبط كان يدي ضربة جزاء. الباشا هذا هو الباشا رقم 8 أمين مسيخ. أمين مسيخ. نعم رح يلعب مخالفة الركنية. نعم أول هدف الثاني إن شاء الله. هدف الثاني أولمبيك المقرن. شوف الهدف شوف الهدف شوف الهدف. خطأ لحارس المرمى ممتاز. روح رياضية عالية بين اللاعبين. مهاجم حارس المرمى. فيصل كنا بنتيحوا فيصل كنا بنتيحوا وبدوا بنتيحوا ربي ربك زويت عليه بعد عليه خلال ماركو الثاني والثالث أبعد عدت علينا الساعة شكرا زكريا يعطيك الصحة. سلام شكرا. هيثم لعبة صوفا فين وكلش مازال الرياضة رام في طريق الصدارة. ما شاء الله عليكم. ان شاء الله يا ربي القسم الثاني اولمبيك المقرن ان شاء الله. الاتحاد الرياضي السوفي القسم الاول ان شاء الله متعه كرويه العام القادم ان شاء الله. النتيجه هدف اولمبيك المقرن 0 اتحاد النزل. هناك ايضا ملاحق بني ثور متفوق بثلاثه للا شيء لمثليلي. هايلة هايلة عدلان ممتاز. شكرا ناصر حنان شاطئ الصحة في ربي يحفظك. هذا واجبنا. خير الدين تحياتي. هجمة لي ممتاز عزيز بيتر. الكرة خارج الملعب. عون العامر شكرا زكريا شكرا ليك رندي صفية كان في الرياضة العام هذا. نعم مثليلي خاسرة 3 أهداف لصفر مع بني ثور. يوسف عبد الله والله مستوى مثليلي أقوى من بني ثور حسب ما شفنا كلاعب لكن ثلاثية صراحة غريبة.
غريبة نوعا ما، ثلاثة أهداف في الشوط الأول لبنثار غريبة نوعا ما. يلا يا عدنان يدير خطأ. كرة ضربت ما شوط الوليد سواتي. هذا هو فتح البيت. صعد العام الماضي باتحاد الرياضي السوفي للقسم الثاني وهذا العام مع أولمبيك المقرن. إن شاء الله تكمل المسيرة. حساني واغد شكرا لك، بارك الله فيك على النقل، يعطيك الصحة يا ابن مزية منا. عدلان يلا هذه كرة صعبة. كنوش الطيب. أوه يا الطيب، الصحة يا الطيب. جماهير لا تفاجئ بالطبع السوفي يلا غارب. حمزة مازال مانيش موالفين يا حمزة، إن شاء الله تكون لينا هجيز أو هزيج خاصة بينا إن شاء الله الموسم القادم على الاتحاد الرياضي السوفي القسم الأول والمقرن في القسم الثاني. شكرا غزالة. يلا حاط تكمل هجمة نصورك الجماهير. روح الباشا، روح الباشا، روح الباشا، روح الباشا، الباشا جمع البرة. يا الباشا يا الباشا يا الباشا، خلي الكورة يا الباشا. لطفي بالقاسم الله فهم يخلص الآن مازال. يعطيهم الصحة محاربين في الميدان. ما يروحش ما يروحش، دير خطأ. هاي عدلان. أيوة ممتاز، شكرا حمزة. كرة العالية ما عاد حتى معنا. أمين يا أمين. جماهير طاقة صفرالي لاعب اتحاد النهر وأيضا للاعب الاتحاد. نعم نتيجة أيوب هدف لصفر صالح أولمبيك المقرن. عاد نرجع بالكرة. ممتاز باشا باشا. عدلان هاي ضيع باشا مش ضيع. يلا اعطي كرة وسط تمشي. هيا الكابتن ممتاز، روح بيه روح. ممتاز، خرجت كرة، خرجت كرة سيد الحكم. حسابات السعودي خير الدين لازم الفوز لان المنافس بنثار راهم رابح الان في مثلي بثلاث اهداف لصفر. شديت في 7 تاع العشيه. الفرق بيننا وبين بنثار المركز الثاني 4 نقاط. اوه با 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 كاد يكون هدف ثاني. تماس كاميروني. نعم الصوت مرات نحوه بسبب ما عارفين الجمهور مرات يتعصب نوعا ما، فلذلك نحفو الصوت او نعمل سيلونس باش ما يكونش مشاكل في البث المباشر بعض العائلات اللي تشاهد فينا من كل مكان. قداش الوقت؟ باقي 5 دقائق على نهاية الشوط
الأول إن شاء الله. ممتاز. شكرا توفيق، شكرا. الناس تطالب بخروج العيد، مش في يوم العيد. إذا الوقت قداش باقي؟ انقطع البث وراح لنا الوقت. نعم باقي دقائق فقط. يلا رقم 22 اتحاد ورقلة يعطي كرة رقم 24. بلا خطأ بلا خطأ بلا خطأ سيدي. فيصل فيصل زي عبد الرزاق مازال تبع في الرياض إن شاء الله. أسبوع هذا تخسر ونفر حكم هارون يعطيك الصحة ربي يبارك مشروع معلق. تربع تخسر ريال؟ تربع ريال. قداش تربح الريال؟ 4-0 ريال. 4-0 قالك. شكرا يا هارون يعطيك الصحة. ضو بن غربي واشي الجو مليح مليح كاش الشمس الحمد لله. فيصل يوسف المرة الثالثة كما رزق.